الصورة روح الفانيلا الحمرا وعود انسوها اللون الأحمر هو رمز البطولة جمهوركم معاكم حقق حلم حياتنا بجد ترحيب بحضراتكم معايا اثنين من نجوم مصر والنادي الاهلي كابتن احمد ابو مسلم برحب بيك كابتن احمد مساء الخير ومبسوط ان انا معاك ومع كابتن رضا طبعا استنى بقى انا اقدمه كابتن رضا مستعجل نور الاول اخبارك ايه الشاكر ربنا يخليك ده اقل حاجه عندك يا كابتن كابتن ابو مسلم طبعا نجم مصر نجم النادي الاهلي كابتن رضا شحاته طبعا كابتن مصر وكابتن الاهلي كابتن رضا كابتن فاروق يا رب كده نبقى دايما متجمعين في الخير وكده والنجاح للنادي الاهلي دايما انا ليه بقول بقى كابتن مصر انتوا ناس لعبتوا دولي وخدتوا بطولة كأس العالم يعني وصلتوا للمركز الثالث في كأس العالم الشباب فلازم نقول بقى كابتن مصر حبيبي يا ربنا يخليك مثلت منتخب مصر اول يا ابو مسلم صح؟ اه لعبت وبرضه احنا يعني برضه كده ايه دوليين كلنا في كل حاجه ما شاء الله علينا طبعا. طيب خلينا بقى واحنا بنقول كده مصر ومنتخب مصر وصول كأس عالم وان شاء الله النادي الاهلي بالمباراه القادمه كابتن ابو مسلم انا ابتديت عشان هو الاكبر عشان بيزعل خلي بالك ها ماشي يعني استكمالا بقى لوصول مصر كاس العالم بنتكلم على المباراه القادمه انها مهمه لكل المصريين النادي الاهلي يوصل للنهائي ثم الحصول على كاس العالم كاس افريقيا وصول كاس العالم للانديه دي حاجه يعني بتخلي المصريين يفتخروا ويبقى في حاله نشوه دايما باستمرار للمصريين بعد الوصول لكاس العالم كابتن مسلم واكيد مش هتيجي بسهوله المباراه صعبه المباراه ليست بالسهل تكسب فريق قوي زي النجم الساحلي والله فاروق خلينا طبعا نتفق على حاجه واحده دلوقتي الفتره اللي فاتت الحاجه الوحيده اللي جمعت مصر كلها اللي هي الشعب المصري كله كان هي كره القدم وجوه منتخب مصر يعني الباقه الوحيده اللي بتعملها في البلد كلها كانت موجوده الفتره ديت هي كره القدم فنتمنى طبعا الماتش ده هيبقى صعب جدا ماتش النجم فريق قوي فريق عنده لعيبه دوليه كتير مميزين عندهم نص ملعب متميز عندهم مدرب نوعا ما حافظ النادي الاهلي الشكل بتاعه كويس عندهم لو جينا نتكلم على اخطر اثنين عندهم الباكين مميزين جدا في الانطلاقات بتاعتهم الهجوميه فشايف فريق متكامل بس ان شاء الله الفريق ده كمان اعلى من الترجي اللياقه البدنيه بتاعتهم عاليه بيلعبوا لغايه اخر دقيقه في اللقاءات اللي احنا شفناها الاخيره كل المتابعين كابتن اسامه بيقولوا ان الترجي اقوى ولكن هو فعلا اعلى بدنيا ولكن فنيا الترجي اقوى من النجم الساحلي والله يا فاروق انا عايز اقول لك حاجه الترجي طبعا ما كانش متوقع طبعا في نقطه لازم تاخد بالها منها الترجي لما جه لعب هنا في القاهره النادي الاهلي كان مركز جدا وبعد كده لما طلع الماتش اللي هو الماتش النتيجه اللي هو كان عايزها راح هناك نوعا ما حصل له حاله من اللي هي يعني الارتخاء وخلاص اللي هو خلاص هدي يعني فاكر نفسه الماتش خلص فلما لعب النادي الاهلي كان نوعا ما كانش مركز قوي ما يعرفش ان النادي الاهلي هيجي من بعيد قوي ومفيش اي مشكله النادي الاهلي كبير واخد على المواقف دي كتيره جدا وكذا كذا حاجات حصلت في الصفاقس وحصل في انديه كبيره يعني حصلت قبل كده فالنجم الساحلي مركز جدا انت عندك النجم مركز جدا عشان خد عبره من الترجي فمركز لك جدا حتى لو اضعف يا فاروق 50 او 70% بس هو مركز هيوصل عايز يوصل 90 80% فانا شايف ماتش صعب شويه تاني حاجه هم عندهم القوه بتاعتهم في نص خط النص بتاعهم قوي جدا عندهم الراجل خليل بنجوره راجل في نص الملعب ده حاجه هايله يعني. فعنده مميزات لعيبه كويس عندها خبره تقدر وقت معين بتقف على الكوره كويس بس هقول لك حاجه كابتن مسلم انت بتشوف ان الحاله البدنيه عندهم قويه ولا الجزء المعنوي والجزء الحماسي هو اللي خلاهم في الجزء البدني اللي انت شفته ده يعني اما تيجي تقارنه بالبدني بتاع النادي الاهلي اعتقد انا من وجهه نظري النادي الاهلي اقوى بشكل النادي الاهلي اعلى كتير والنتائج اللي هي الفتره اللي فاتت اثبتت كده يعني النادي الاهلي في الترجي لحد اخر دقيقه النادي الاهلي بيجيب اهداف صحيح. وهو الخطر وهو اللي قادر اللي بنتكلم فيه هم اعلى في عندهم كذا شقه طبعا بتختلف عليهم الشق الاولاني طبعا الملعب بتاعهم صغير جدا فبيحتاج مجهود نوعا ما مش زي الملعب اللي هو ملعب رادس كنا بنلعب عليه ملعب كبير فنوعا ما بتحس ان الفرقه دي عاليه جدا ده جزء من اللي هم بيلعبوا عليه يعني الخطه بتاعتهم تاني حاجه هو مركز جدا مش عايز يخسر عشان ما يقولش النادي الاهلي مثلا طلعني الاثنين فرقتين من يعني من طلع فرقتين من تونس من نفس البتاع من نفس فعندهم الدافع والقوه والعزيمه عندهم بتخلي اللعيب حتى لو عنده 10% او 50% بيعلى بيبقى 80% بالاراده اللي عنده فهم عندهم كذا حاجه حافز هو اللي بيخليه يوصل اللي هو التوب فورم اللي هو موجود فيه طيب دخلتني في الفنيات انا كنت لسه بكلمك بشكل واحده واحده دخلنا بسرعه لا هو سخن طول عمره طول عمره المباراه قدامك يا كابتن رضا بتشوفها ازاي برضو يعني يعني المباراه انا شايف طبعا المباراه صعبه ولكن انت بتلعب في دور قبل النهائي يعني هي الادوار ما هنوصل لنهايه السباق بتبقى الاقوى بتبقى الاصعب لان الفرق اللي بتوصل هنا بتبقى فرق قويه مش فرق بسيطه يعني خطوره فرقه النجم احنا زي ما احنا اتكلمنا في التلت الهجومي الضربات الثابته العرضيات
التصويب من خارج ال 18 عندهم هم في التلت ده عندهم مميزات كتيره جدا. عندهم نص ملعب كويس. الفكره كلها ان انت ازاي بقى عشان توقف الخطوره دي يبقى انت بتلعب في تلتين بتوع التلت الهجومي بتاعك ونص الملعب ما يجوش في عندي خالص في التلت اللي هو الايه اللي هم بيقدروا يلعبوا فيه ويعملوا فيه الخطوره. المباراه هتبقى سهله على النادي الاهلي في حاله ان النادي الاهلي بيلعب ان هو لازم المباراه تخلص في اول ربع ساعه. ما ينفعش عندي حافز الجمهور والهيبه في بدايه المباراه. انا شايف ان ده لازم نستغله. ما ينفعش ان انا اخد المباراه تفضل ماشي المباراه 90 دقيقه وكل حاجه، بس الربع ساعه اللي في البدايه دي مهمه جدا لان بيبقى عندك الضغط جمهور مع ان الجمهور بيبقى داخل لسه متحمس ويبقى فيه تشجيع، فده مهم جدا ان تقدر تكسب بيه الاول ربع ساعه عشان المباراه تبدا تفتح بالنسبه لك، تقدر تلعب الفرقه تبدا تهاجمك، يبقى في مساحات تقدر تلعب فيها. لما طول ما النتيجه 0-0 هو هيفضل مقفل مساحات، فانت اللعب هيبقى بالنسبه لك هيبقى صعب شويه، والنادي الاهلي بيعتمد على الاطراف اكتر، فطول ما المساحات ضيقه طول ما هو مش هيقدر يخترق. الاختراق يحسن انت ان انت تقدر تجيب هدف بدري، يقدر يفتح يبدا يلعبك، تبدا انت تعمل شغل من على الاطراف زي ما احنا متعودين من النادي الاهلي. فصعوبه المباراه شويه طول ما هي مقفله، انت عشان تفك كده يبقى احنا بنتكلم ان انا لازم الحق بسرعه ان شاء الله ربنا يكرم النادي الاهلي بدري بدري نقدر نجيب هدف، يقدر المباراه تبقى فيها اخطاء بالنسبه لهم احنا نقدر نستغلها. ده وجهه نظر الفنيه في البدايه يعني. طيب هكلمك على الاختراقات ازاي كابتن حسام البدري ممكن يكون بيفكر فيها. عايز اقول لكم ان يمكن فريق النجم الساحلي اليومين اللي فاتوا يعني معلومات يعني ان ابتدى يشتغل على الجزء الدفاعي، فقرات في تمرينه كم كبير على قلبي الدفاع وازاي يقفل جزء كبير قلب الملعب بالنسبه للنادي الاهلي او قلب هجوم النادي الاهلي بيقفله بقى، يقفل ازاي هذه الثغرات اللي ممكن تبقى موجوده عنده. اكيد كابتن حسام بدري حلوله موجوده على الاطراف، على التسديد، على الكرات الثابته، يعني عشان كده الفتره اللي فاتت كابتن حسام محاضرات كتير مع اللاعبين. خليني اقول لكم بس القائمه بتاعت النادي الاهلي مره اخرى اللي اختارها كابتن حسام البدري اللي سافرت النهارده معاه في اسكندريه او برج العرب. كابتن حسام البدري اختار شريف اكرامي في حراس المرمى، واحمد عادل عبد المنعم، ومحمد الشناوي، محمد هاني، وسعد سمير، ورامي ربيع، ومحمد نجيب، وصبري رحيل، وحسين السيد، علي معلول، هشام محمد، عمرو السوليه، ووليد سليمان، وكريم نيدفيد، ومؤمن زكريا، احمد الشيخ، احمد حمودي، ميدو جابر، صالح جمعه، عبد الله سعيد، وعماد متعب، وليد ازار، وجونيور اجاي. دول القايمه اللي اختارهم كابتن حسام البدري لهذه المباراه. طبعا عوده عماد متعب للقايمه، عوده هشام محمد بعد الاصابه، ايضا وليد سليمان اطمنا عليه موجود، يعني كل اللاعبين، ايضا عبد الله السعيد، دي حاجه جميله جدا ان شاء الله يكونوا في احسن حالاتهم في المباراه يوم الاحد بعد غد بامر الله ان شاء الله. خلينا كلامك كابتن مسلم، كيفيه الاختراقات ده اللي كان بيتكلم فيها كابتن رضا شحاته، ازاي كابتن حسام البدري بيفكر ان يخترق الى حد ما دفاعات ممكن هتكون قويه جدا بالنسبه لفريق النجم الساحلي، وهم في نفس الوقت بيقفلوا عليك بقوه، وفي نفس الوقت عندهم السرعات اللي يقدروا يعملوا عليك هجمه مرتده من خلالها. فاروق، خلينا طبعا متفقين ان فرق شمال افريقيا كلها، تونس او المغرب او الجزائر، عندهم سمات دي عندهم في الطبيعه بتاعتهم واللعب بتاعهم. عندهم اول حاجه اللي هم بيتميزوا بالسرعه من التحول للدفاع للهجوم بسرعه كبيره جدا. تاني حاجة هو عنده تضييق المساحات وبيلعب على البريس، بيعمل عنده بريس بيبقى قوي جدا في نص ملعبه، يعني أول ما تخش نص ملعبه بيحاول يخليك تغلط بأي طريقة، وعنده سرعات بيقدر يحطها في ظهر السرد باكات اللي عنده. طب كابتن مثلا ممكن بقى تقول ألو، يمكن في حد ممكن يكون صديق ليك ولكن من تونس. ألو؟ ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كابتن كريم حقي، مدافع المنتخب التونسي، ويعني كريم اكيد لعبت معاه. طبعا كريم من اول الناس اللي قابلوني في استراسبورغ. اهلا بكم، تحيه للكابتن رضا شحاته، تحيه صديقي حبيبي احمد بن سلم. تحيه ربنا يخليك كريم، مشترك في قناه الاهلي. يا اهلا وسهلا كريم. يمكن كابتن ابو سلم كان لعبت معاه في الدوري الفرنسي. انا رحت الدوري الفرنسي، كنت بلعب مع كريم في استراسبورغ، لعبنا معاه سنتين. بيلعب في الدوري السويسري دلوقتي. بيلعب في الدوري السويسري كريم، من الناس من اعز اصدقائي يعني، وهو كان كابتن منتخب تونس، وهو بيلعب نادي في سويسرا دلوقتي، وكان بيلعب اصلا النشأة بتاعته في النادي النجم الساحلي. والله كريم، يمكن بنرحب بيك طبعا في قناه الاهلي، اكيد يعني اخواتنا واشقائنا التوانسه دايما موجودين على راسنا من فوق دايما باستمرار، لكن مباراه النجم الساحلي وانت واحد من كنت لاعبين هذا الفريق، احترفت بره، لكن اكيد الارتباط موجود حتى الان. بتشوف المباراه القادمه بالنسبه للنادي الاهلي وايضا للنجم الساحلي ازاي؟ شكرا. في اول حاجه هي مباراه بين عملاقين القاره الافريقيه بدون شك، النادي الاهلي يعني
فريق كبير، فريق القرن في القارة الأفريقية. النجم الذي يستاهل هو فريق الأحسن على المستوى الأفريقي في الكرة السعودية في 15 20 سنة الأخيرة. يعني الفريق التونسي النجم الذي كان أفضل عنده تقاليد في المسابقات الأفريقية، وهذه مباراة مع تقمة بالأثم على الكلمة. هذين فريقين بيعرفوا بعضهم، عندهم لاعبين ممتازين وعندهم تقاليد إفريقية. حسب رأيي المباراة تكون صعبة على الفريقين، لأنه النجم الساحلي ولو الانتصار في سوسة بسين واحد، لكن يعرف نادي الأهلي نادي فريق محترم، فريق ممتاز، فريق عنده تقاليد وعنده خبرات، عنده لاعبين ممتازين وقادر بيفوز ضد أي فريق يعني في إفريقيا. لكن حسب رأيي النجم الساحلي هو يكون في على مستوى ذهني أرتاح، يعني في راحة أكثر. نادي الأهلي اللي يلعب في ميدانه وعلى جمهوره لازم يسجل، لازم يكتب، لازم يسجل، لازم يكتب، وخاصة لازم ما يقبلش أهداف. حسب رأيي يعني الفريق حتكون صعبة، المباراة تكون صعبة، والمباراة تلعب في جزئيات صغيرة، يعني في معناتها الكرة الثابتة، في الهدفات المرتدة. لازم يسمح لفريق يعني يكسب لاعبين في وسط الميدان اللي يستحوذوا على الكرة، وعندهم لاعبين على الأطراف عندهم سرعة معناتها ممتازة وقادرين يعملوا الهجمة السريعة. يعني مباراة صعبة راح تتهم فيها شيء. ان شاء الله نتمنى ونشوف معناتها مباراة ممتازة وتشرف الفريقين ان شاء الله. طيب يعني برأيك في أداء علي معلول، يعني أنت هل أنت متابع جيد لفريق نادي الأهلي كريم، ولا يمكن انشغالك بقى في الدوري السويسري؟ بطبيعة الحال احنا فريق الاهلي كان في لعب في الفتره الاخيره يعني مباراتين مع كذا مباريات مع الترجي صحيح وتابعته يعني في الدوري العربيه. طيب ايه رايك يعني، يمكن هكلمك على مواطن برضه يمكن تونسي هو علي معلول مع النادي الاهلي، يعني رايك في ادائه مع النادي الاهلي خصوصا في مباراته امام الترجي الثانيه بتشوفه عامل ازاي، وايضا مباراته امام النجم الساحلي؟ والله يعني معلول هو لاعب الحقيقه اصبح لاعب خبره في الكره التونسيه، يعني خمسه وست سنوات يلعب في مستوى ممتاز في قبل مع نادي الساقسي وفي الوقت الحالي مع الاهلي. المنتخب التونسي اصبح ركيزه في المنتخب التونسي، يعني لاعب صعب وجوده في الكره القدم التونسيه، لانه لاعب يحذق الهجوم، عنده يعني امكانيات فنيه كبيره، وهذا في تونس مش موجود بعد حاتم الترابلسي في صحيح. في اول طبعا نجم كبير حاتم الترابلسي السنوات الألفين، يعني ما كانش عندنا ظهير كما علي معلول. تحسن كثير، يعني اللاعب اصبح ساند الهجوم خاصه، ولاعب ذكي. بون في المباريات الاخيره الحقيقه معناتها كان مؤثر معناتها خاصه مباراه الترجي الثانيه كان مؤثر، وهو لاعب المنتخب التونسي حقيقه من احسن اللاعبين معناتها مع المساكني وبن عمر، هذا المتوسط الميدان في النجم الساحلي هو من احسن العناصر الموجوده في كره القدم التونسيه في الوقت الحاضر. طيب كريم خليني اكلمك، يعني بتشوف ان هجوم النادي الاهلي يقدر يخترق ممكن الى حد ما دفاعات النجم الساحلي في هذه المباراه، ولا يعني وليد ازارو واجاي ما يقدروش يعملوا جزئيه؟ طبعا ارضيه الملعب هتساعد كتير، خلي بالك كمان النادي الاهلي ان هو بيلعب وسط جمهوره حته الدفع المعنوي بشكل كبير. والله حسب تصوراتي للمباراه يعني معرفتي بالهجوم واللاعبين الهجوم في النادي الاهلي، اجاي هو لاعب في لاعب سريع ولاعب عنده امكانيات بدنيه كبيره، يعني يحذق يعني يحب المساحات، يعني لاعب يتفوق في الثنائيات ولاعب يحب الكوره يعني وراء المدافعين. حسب رايي النجم الساحلي يكون يلعب معاه في مستوى متاخر معناه يعني في انتظار النادي الاهلي، يعني مش جازف ومش يلعب المنتخب الكويت المرتده. حسب رايي هذا مش يقلق المهاجمين في النادي الاهلي اللي عندهم امكانيات ويحبوا المساحات اكثر. ازارو لاعب ما نعرفش يعني ترجي المباراه الاخيره في النادي الاهلي، لكن
دقيقه ما نجمش نحكم عليه، لكن اجري لاعب يحب الاتحاد، لاعب سريع ولاعب يحب الاحتكاكات ويحب يعني الجري معناتها في الاتحاد. هذا حفظ رجل النجم الاتحاد اللي يكون معناتها واخد حذره منه. طيب. لكن النادي الاهلي ماهوش اجري وازار، والنادي الاهلي عنده لاعبين صحيح عنده امكانيات ممتازه، قادرين يسجلوا قادرين يصنعوا الفارق معناتها في كل لحظه. هذا النجم الاتحاد في تونس معناتها الحقيقه الاجواء الاعلاميه والطرق في تونس معناتها الناس تتكلم عن المباراه معناتها يعرفوا السيف هذا ويعرفوا قيمه النادي الاهلي في ميدان. طيب كريم خليني اسالك، يعني بتشوف مين اللاعب اللي في النجم الساحلي ممكن يعمل الفارق في هذه المباراه بالنسبه لفريق النجم؟ انا حسب رايي لو تشكيل مازال ماهوش واضح، يعني في كثير معناتها الكلام ماهوش واضح شكون باش يلعب ولا لا، لكن حسب رايي النجم الاتحادي ممكن يكون خطير في الكره الثابته لو حمزه الاحمر لاعب بوسط ميدان عنده من احسن معناتها اللاعبين في تنفيذ الكره الثابته في الكره الثابته في الوقت الحاضر، ممكن يكون خطير يعني لانه الحقيقه في المباراه كما هذه مع في مصر مع النادي الاهلي النجم الاتحادي يعرف ان مش تكون برشا فرص لصالحه، لازم الفرص اللي باش تجي لازم يستغلها، يعرف اللي تكون مباراه عبء على المدافعين وعلى وسط الميدان، هذا يعرفوه المدرب والمدير الفني واللاعبين. خاصه برايي معناتها اللاعب هذا حمزه الاحمر عنده امكانيات معناتها فنيه ممتازه وخاصه معناتها كره ثابته يعني من طراز عالي. يعني توفيق طبعا انت اكيد يعني اكيد يعني اكيد بتشجع فريق النجم واحنا بنشجع فريق النادي الاهلي اكيد يا كريم، لكن بالتوفيق ليك في وجودك في سويسرا والاحترافك، كل التوفيق طبعا لكريم حقي مدافع المنتخب التونسي كابتن. شكرا اشجع النجم الاتحادي لكن اتمنى ان اللاعب محترف عادي 15 سنه في اوروبا طبعا وتكون في النجم الاتحادي، لكن اتمنى كره قدم تشرف الكره العربيه والافريقيه طبعا. صحيح صحيح، بشكرك كريم كتير يعني بشكرك وجودك معانا طبعا ومداخلتك معانا كابتن ابو سلم بنتكلم يعني فبتزيطك على طول. لا ما دي يا فاروق دي مميزات الاحتراف ودي العلاقه الطيبه اللي بتفضل بعد كره القدم اللي انت بيبقى عندك من جميع التواصل على طول التواصل. هو كريم على طول كان صاحبي يعني على طول اول ما رحت فرنسا كان هو انا وهو حسن عبد ربه فكنا قاعدين مع بعض على طول في مع الفرقه فمعسكرات طبعا واعداد وكده فدي التواصل على طول يعني كريم من الناس اللي هي قريبه مني جدا. طيب. على طول انا كنت بكلمك على جزئيه النادي الاهلي واختراقات ممكن دفاعات النادي النجم الساحلي ازاي انت كنت مقطعناك بس معلش كنت بقول لك بس مميزات الخصم اللي قدامك او الفرق كلها اللي بتلعب من شمال افريقيا كلها عامه كلها يعني انت عندك مثلا مميزات فرقه النجم الساحلي اللي هم عندهم بيعملوا بريس قوي جدا، الحاجه الثانيه اللي هم عندهم بيعملوا الهجمه المرتده سريعه جدا زي ما شفت كريم قال لك برضك نفس الكلام قال لك هم خطرين جدا في الهجمه المرتده، ثالث حاجه بيضيعوا مساحات في الملعب ما بيخليكش تلعب بسهوله يعني، ثالث حاجه عند ولا رابع حاجه عندهم الضربات الثابته والكور الكورنر او الفاول الحاجات دي هم خطرين جدا يعني عامه هم خطرين جدا في الحاجه دي. اول حاجه لازم نفك هم عندهم طبعا كثافه في نص الملعب وهم عندهم مميزين جدا في نص الملعب عن طريق راجل حمزه الاحمر دوت وخليل بنجوره والراجل سليم بن قاسم مميزين في نص الملعب في الحته ديت، احنا لازم لو لقينا نص الملعب في ضغط قوي جدا وفي صعوبه ان انت تخترق من نص الملعب لازم تفتح الاطراف، وعندنا طبعا الاطراف دي مميزين جدا الفتره اللي فاتت عندنا محمد هاني ما شاء الله فايق صبر رحيق حسين السيد نفس الكلام مستواه الفتره اللي فاتت برضك ابتدى يجيب، علي معلول لعيب مميز لعيب دولي فعندك لعيبه كتير تقدر يعني تجاري الحته الهجوميه عندك بسهوله، بالذات كمان يا فاروق انت عندك قوه جدا عندك الباك رايت والباك ليفت عندهم برضك مميزين، لو جينا نتكلم عندهم حمدي اللي هو القاضي دوت اللي هو راجل الباك رايت ده راجل قوي جدا القاضي سريع جدا وراجل قوي عنده القوه المهاريه عاليه وعنده سبرنتر كويس، فانا شايف ان شاء الله اللعب اللي هو اللي هي اللعب القصير اللي هي الحاجات الصغيره في نص الملعب دي ممكن تعمل فرق مع النادي الاهلي، لو مثلا صالح ابتدى يعمل ابتدى يخش بالمهاره بتاعته ممكن يقدر يخترق، محمد هاني برضك ممكن يعمل حاجه كويسه، فشايف الماتش هيبقى انا هكلمك على التشكيل عشان نقدر لو نتكلم على جزئيه اختراقات بقى سواء عبد الله سعيد ولا موجود ولا صالح، خليني اكلمك على الجزء الهجومي بتاعنا بقى رضا يمكن والجزء الهجومي ايضا بتاع النجم الساحلي، يعني عايز اكلمك في الجزئين دول بتشوفوا ازاي وكابتن حسام ممكن تفكيره يبقى رايح لفين في الجزئيه الهجوميه، ايضا على الجانب الاخر فريق النجم الساحلي الجزء الهجومي ممكن يكون شكله ازاي؟ يمكن اتكلم عن النادي الاهلي من وجهه نظري الفنيه لما لو هحط تشكيل عشان ابقى واضح في كلامي يبقى تشكيل ماشي بالظبط، هتكلم على الجزء الامامي اللي انا بتكلم يبقى
بنسبه كبيره جدا صالح جمعه اللي هيبقى موجود هيبقى اجاي وازار ومؤمن. ده الاربعه اللي هيبقوا في الجزء الامامي. ولكن انا شايف ان هيبقى كلمه السر في المباراه دي لو فايق ان شاء الله هيبقى صالح، لان هو اللي عنده حته اللعب القصير وعنده حلول وعنده الحاجات المهاريه الحاجات القصيره احنا بنتكلم عليها ورجله يمين ورجله الشمال، عنده الجزء دايما اللي هو اللي الناس مش شايفاه هو دايما بيبقى شايفه، فده ميزه صالح في القوه دي. فانا شايف ان هو هيبقى المحور بتاع المثلث اللي هو اللي قدام. انا كنت اتمنى ان وليد يبدا وليد سليمان، ولكن انا شايف لا لسه ممكن يبقى وليد بديل، ممكن اجاي هو اللي يبدا، هو مؤمن ووليد ازارو. انا ضد ان الناس دايما جايه على وليد ازارو، لانه انا شايف ان وليد ازارو دوره مهم جدا في المباراه بعيدا عن الجزء التهديفي، يعني عنده جزء تاني قوي جدا وهو مميز فيه ان هو خلق المساحات في خط ظهر الخصم دايما، وليد هو شاطر فيها جدا. فدي مميزات تانية بتخلق مساحات لمؤمن واجاي لو جاي من تحت وعبد الله واي حد بيجي في الجزئيه دي الحلول دايما بتبقى عند وليد ازارو. فاحنا عندنا جزء بنتكلم في لو في 80% هو شغل حاجات بنبني عليه حاجات تانية، ده مهمه وليد اهم كمان من الجزء التهديفي، لان الجزء التهديفي بيجي من حلول تانية. احنا دايما بنتكلم عن النادي الاهلي لازم يبقى لعيب مميز وواخد واصل 100%، يعني لازم الجزء التهديفي ده مهم جدا برضو بالنسبه له. ولكن دايما انا عايز اتكلم على وليد بتفصيل اكتر يا رضا، وخصوصا بقى الجزء النفسي. لكن اوكي كمل في الجزئيه دي، لكن مهم جدا ان احنا نتكلم على وليد ازارو في الفتره اللي جايه اليومين دول، وان احنا اكيد الموضوع بيوصل له بشكل كبير الحته النفسيه. انا بحط يعني. انا بحط ان انا لو انا مدير فني النادي الاهلي انا هلعب برضو بوليد، يعني هي دي الفكره. هو عنده حلول، مش عايزين نتكلم زي الناس اللي بتتكلم في ان هو اهداف بس، لا انا بتكلم في جزئيه فنيه. انا مساحات بتتخلق قدامي بشوفها، لما تيجي تاخد الجمله من بدايتها بتلاقي سببها وليد ازارو، يعني الهجمه سببها، وكل وقت يعني في كل مباراه ورايح انفراد وبيعمل اجوان وعنده حلول كتيره جدا في جزء بعيد عن الجزء التهديفي اللي هو اللي احنا بنتكلم فيه، عشان ما نحصرش الشغل دايما في جزء واحد بس. بنتكلم على 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 منتخب مصر، ما نتكلمش على محمد صلاح بس، لان في بدلة كتير قوي هم سبب في الهدف. مش عايزين نبص دايما ان دايما اللي بيحرز الهدف هو اللي واخد الكلام كله او الشو كله بمعنى اصح، لان في ناس تانية بديله بتبقى بتشتغل. فاحنا مش عايزين نتكلم دايما ان صاحب الهدف شغل جماعي اكتر منه فرد يا رضا. بالظبط نفس طباع وليد انا بشوفها في مؤمن. يعني انا شخصيا بحب لعب مؤمن جدا، لان مؤمن تحركاته كتيره جدا برضه بيحل دايما الباك رايت اللي بيلعب دايما جنب مؤمن، عنده حلول كتيره جدا واللعب بالنسبه له بيبقى سهل لان هو بيخلق مساحات كتيره جدا. ووليد سليمان نفس الكلام. لما تيجي تتكلم على الـ على الـ على الاربعه دول هتلاقي الموضوع ده متناسق قوي بينهم. لو احنا بنتكلم بقى على بديل احمد فتحي هيبقى محمد هاني، لو بديل في نص الملعب هيبقى رامي ربيعه مثلا، هيبقى هو اللي موجود في الوقت ده. خلاص اخترت بالنسبه لك وجهه نظرك رامي. انا ده وجهه نظري، يعني انا بتكلم على التشكيل ده ان رامي اللي يبقى بيد، لان هشام شويه انا شايف ان المباراه اللي هو نزل فيها ظلمته شويه والضغط اللي حصل. لا هو كمان راجل اتصاب يعني. بالظبط كده، فبعيد شويه انا شايف ان رامي، وانا شايف كمان اللي يلعب يعني، وانت لما تيجي تحط تمركز ما تحطش مش معنى ان انا عندي دفندرين ان هم اتحطوا في اي مكان، لا انا شايف ان يعني محمد هاني يلعب باك رايت يبقى السوريه اللي جنبه وسعد السيفتي باك جنبه. طيب ممكن اكلمك على جزئيه الديفندر دي، اروح فاصل بقى ونرجع هرجع لك تاني كابتن رضا واكمل لك التشكيل باثنين الديفندر اللي انت اخترتهم بعيد عن هشام محمد. توقعات ناس كتير ان هشام محمد هو اللي هيبتدي، ولكن طب خلينا نروح لفاصل وارجع لك. فاصل وارجع لكابتن رضا كلامه عن تشكيل النادي الاهلي والشكل الهجومي بالنسبه لفريق النادي الاهلي هيكون عامل ازاي.